السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة تعالى اعمل لكم المفتقة، طبعا حاجة حلوة ومغذية جدا وكلها حاجات مفيدة وحلوة. معايا اقول لكم المقادير بقى، معايا العسل، معايا 4 كيلو عسل، كوباية دقيق، ديت حلبة ناعمة، حلبة اللي هي بيضة شوية، دي حلبة صفرة، ده موغات، دي الكمية اللي هحطها على 4 كيلو، حبة البركة مطحونة صحناها في الكبة بنعمها شوية، سمسم، هنزل بقى اقلب كل المقادير اللي هي السمسم مع الحلبة مع الحلبة التانية مع حبة البركة، بس ما عدا دول هقلبهم مع بعض، بس المغات لأ مش هقلبه. هقول لكم اعمل ايه في المغات دلوقتي. هنزل بقى هنا بربع كيلو زيت، زيت طبعا يكون زيت ذرة او زيت عباد شمس، ما يكونش زيت تاني. هسيبه يسخن على النار واقلب بقى المقادير التانية مع بعض. طبعا عارفين حبة البركة مفيدة والحلبة طبعا، الحاجات دي كلها حلوة، والسمسم. المفتقة بقى على اصولها، ده المقدار بتاع 4 كيلو. ممكن بقى لما تعملي كيلو تحطي له معلقتين دقيق، وتاخدي من كل مقدار من كل مكون معلقتين برضو، ما عدا السمسم طبعا هتزودي شوية عن معلقتين، حط شوية كده بالنظر يعني. نزلت انا هنا بالدقيق بقى مع الزيت، بقلبه شوية، طبعا هصفره وهمصه مع الزيت. ده المغات الوحيد اللي بحمره مع الدقيق، مش بضيف المكونات التانية. هفضل اقلب فيه بقى كويس لحد ما المغات والدقيق يصفر شوية ويتحمص في الزيت. هو ده اساسها بقى، ده الاساس عشان تدينا المطة بتاعتها الحلوة كده، وعلشان تلف معانا تدينا القوام بتاعها. بوريكم خطوة بخطوة اهيت، علشان إيه مش بسرع الفيديو ولا بقطع منه، لأن لازم تشوفها بالتفصيل طبعا عشان تمشي على الخطوات بالظبط. الزيت الدقيق تحس ان هو اتغير شوية اللون. طبعا لازم تحطي في حلة كبيرة علشان هي بتفور مني، فلازم احط المقدار. لو هعمل كيلو هحط حلة تاخد 3 كيلو، عشان ايه؟ لما تفور طبعا ما تفورش على البوتاجاز وتبوظ وتبوظ الدنيا، فلازم تكبري الحلة طبعا شوية. انا كده بقى خلاص، ده اللون اللي انا عاوزاه، تحمص تحميصة حلوة، لونه حلو ذهبي برضو غامق شوية. نزلت هنا بالعسل بقى، بقلب واحدة واحدة كده، وبنزل العسل واحدة واحدة برضو، وطبعا هيبتدي يفور معايا أول ما يبتدي يغلي. شايفين العسل قوامه عامل ازاي؟ ده عسل من الصعيد، جايلنا من الصعيد أصلا.
وافضل اقلب فيه بقى وانزل كمية العسل كلها واحدة واحدة كده. اقلب بقى لحد ما يبتدي ايه يغلي معايا. شايفين قوامه تقل ازاي؟ مش زي الاول طبعا. طبعا هو ابتدى يفور اهوت. نزلت بقى بالمقادير التانية واحدة واحدة واقلب. هو واحدة واحدة كده هيهدى طبعا من الفوران ده، بس لما اخلص بقى تقليب هتحس ان هو هدا شوية، ما بيبتدي يستوي ويلف. اكون بقى انا في غسلة البرطمانات كويس بمية مغلية، يا اما اغلي حلة مية واحط فيها البرطمانات واطفي عليها. طبعا مش بحطها تغلي، انا بسيبها فيها كده وبعدين اشيلها واصفيها على مناديل نظيفة واسيبها تنشف خالص، ما يبقاش فيها نقطة مية، عشان ده طبعا ما يتخزن معاكي في التلاجة ما يحصلوش حاجة، ما تخفيش عليه. لازم يكون البرطمان نظيف خالص وناشف، ما يكونش فيه مية، ما ينفعش احطها على نقطة مية حتى، عشان دي طبعا احنا بنعملها في الشتاء بنفضل ناكل فيها طول السنة، فلازم تكون متخزنة على برطمانات نظيفة وناشفة. شايفين تقلت ازاي؟ هي بتغلي طبعا معايا، كل ما بتغلي كل ما بتحس ان هي بتفور زيادة، فلو الحلة صغيرة شوية الدنيا هتبوظ طبعا مني. بفضل اقلب فيها شوية بشوية كده لحد ما توصل بقى لما تلف كده مع بعضها. متاخدش وقت خالص والله، هي ممكن نص ساعة بس تكوني عاملاها ومخلصاها، حاجة سهلة جدا وبسيطة اهو. شايفين الغليان ده خلاص تحس ان هو اتغير طبعا غير الاول، هو كده خلاص، انا مش عاوزة اكتر من كده. هطفي بقى عليها النار. عاوزة تختبريها بقى، ممكن تحطي في طبق شوية وتسيبيه يبرد شوية هتعرفي ان هي كده استوت، بس احنا طبعا هي كده احنا عارفين ان هي بتتعمل ازاي، هي كده خلاص ده القوام اللي انا عاوزاه. طبعا البرطمان اهوت انا معبينه جميلة جدا. احنا مش بنحط لها مكسرات، عاوزة تحطي بقى سوداني ولا حاجة، ممكن تحطيها قبل ما تطفي، قبل ما تطفي في 5 دقايق تحطي السوداني او المكسرات بتاعتك، احنا بنحبها كده بالسمسم بس. شايفين قوامها وحلاوتها؟ طبعا المطة عاملة زي اللي فيها، جميلة جدا وروعة وكلها مغذية ومفيدة. يا رب تعجبكم، يسعدكم الله.